هذا المبنى مشغل خياطة يحيي لدى العشرات من شباب وشابات كوبا العاملين فيه الأمل في تجاوز الحرب القاسية، أملا في العمل والاستقرار، وآخر في كسب بعض من المال. كنت أنا طالب في جامعة كلية حلب، كلية الفيزياء، كنت بدرس هناك نتيجة الحروب والظروف، نتيجة الحروب قصف المدافع والطيران، فاضطريت أنه أجي أترك الجامعة، فقالوا لي هنا في ورشة، رفقاتي قالوا لي في ورشة خياطة تعال اشتغل عنا. عندما جيت على الشغل ولا قدمت على المية ونجحت الحمد لله. يعني راتبك يعني تقريبا 45,000، يعني عن شيء منيح، يعني مو مقبول. احنا عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، انا المعين الوحيد عم اشتغل للعائلة، عم اصرف على امي وابي، واختي عم تساعدني هي كمان مدرسة، وإن شاء الله نقول بكي تتحسن الظروف وقبل نرجع لدراستنا. طريق غوليستان حمد إلى رضا والدتها ومعونة والدها وأخيها لتوفير قوت إخوتها الصغار هؤلاء دفعها للعمل في الورشة براتب ضئيل دون أن تتنازل عن حلمها في أن تصبح طبيبة. هذا العمل جيد، فهو صنعة وهو جيد لي. أنا سعيدة في عملي، أتقاضى راتبا مقداره 20,000 ليرة، أنفق على نفسي وأقدم الباقي لأهلي وأخي، هم كبرونا وجاء الدور لأن نساعدهم. حلمي أن أدرس وأصبح طبيبة مثل ما حلمت أن أتعلم على مكانة الخياطة، أحلم أن أصبح طبيبة، أنا أحب تلك المهنة. هذا المشغل يوظف 60 عاملا آخر مثل شكري وغوليستان، وينتج بمعدل 7,000 قطعة شهريا، بعضها يباع محليا، بينما تجد الكميات الأخرى طريقها إلى أغلب مدن الشمال السوري. والله نسبة للعمال يعني تقريبا 60 عامل، يعني نصهم بنات ونصهم شباب، يعني عم يشتغل يعني شيء 30-30، يعني كلهم يعني من كوباني، يعني بس كانوا عايشين مرسلة، كانوا يشتغلوا بحلب أو بالشام أو بحمص أو بحماة، اجوا لهون بعد الحرب وهون كملنا بعض، يعني اشتغلنا وصار يجوا يشتغلوا هون. انتج هلا حاليا يعني بين الطقم بيجما وبين البنطرون بيجما فرداوي وبين البنطرون بين الامصان عم نشتغل تقريبا شهري، يعني بوقف تقريبا يعني شيء بين 6,000 قطعة و7,000 قطعة تقريبيا يعني. ونسبة لل الطلبيات عم يجينا من القامشلي، عم يجينا من العمودة، عم يجينا من دربيسية، راس لين أو تل أبيض، بنبج، عم يجوا يعني طلبيات عم نشتغل لهم إياه، وعم يغطي يعني عم نغطي يعني مثلا التكاليف بالنسبة للمي والكهرباء، أجور العمال، يعني عم يغطي والحمد لله تمام الوضع. يتذكر مصطفى بفخر كيف أسس مشغله تحت خيمة، لا يزال يسمع صوت الإبرة الأولى، صوت الإبرة التي أذنت لعجلات ماكينته السير نحو هذا النجاح ولو ببطء.